الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم وهذه الأمسية المباركة الرمضانية بامتياز بوجودكم وحلولكم وتلبيتكم لدعوتنا في هذه الليلة المضيئة. أيها الأعزاء، على تلة موازية للتلة التي تقوم عليها مؤسسة نبي بر لتأهيل المعوقين، واستنادا إلى هذه المؤسسة التي تجمعنا اليوم، ومن ينبوعها تنطلق ساقية مسك جديدة حاملة عبر الإعلام. وللمرة الأولى سأعلن فقط عن اسمها تكريما لكم، لأنكم أنتم من ساهمتم للوصول إلى هذا الإنجاز. الجمعية اللبنانية رعاية المعوقين اليوم ستطلق في العام بدء الدراسة في 2014 من شهر أيلول القادم، ستطلق جامعة فينيسيا الدولية. وهذه الجامعة جامعة خاصة في 6 كليات متخصصة وليست جامعة مجانية. أبينا في الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين بعدما عانينا ما عانيناه، كما تقدم في الكلمة وقلت أننا لم نكن نملك الكثير من الإمكانيات والآليات الإدارية والعلمية في المنطقة، أبينا أن نستمر في هذا الانحدار أحياناً أو إدارة الظهر لهذه المشكلة الكبيرة. ستنطلق هذه الجامعة معكم باسمكم وبفضلكم وبفضل إنجازاتكم، والجمعية هي التي تملك هذه الجامعة أرضاً ومؤسسة وبناءً وتجهيزات، وقد أسسنا لها جمعية متخصصة لإدارة الجامعات. وأتمنى على كل الحضور الكريم أن يبدأ بالتفكير اليوم في حجز موقعه على كل المستويات الأكاديمية والمعنوية والخبراتية والبحثية والمادية إلى كل ما هنالك، لأن طلابنا وشبابنا لن يستقيم وضعه ولن ينتظر طويلاً على رصيف هذا الوطن إذا ما أوجدنا له مقعداً في أرضه ومنطقته، ليكون مساهماً حقيقياً في اقتصاد هذا الوطن وفي تنميته الحقيقية. نحن الذين رأينا كيف مشى السيد المسيح على الماء في سربتا سرفان، وكيف زجر العواصف. نحن الذين قرأ علينا أبو ذر الغفاري كتاب السيرة وعلمنا أن الإسلام محبة، وعلمنا أن الله أتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، فأنعم علينا بهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الذي هو أفضل الشهور، أعاده الله عليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بكل الخير والأمن والأمان. شكرا لكم. سيدي رندا بري، رئيسة جمعية لبنانية للمعوقين، أهلا وسهلا فيك عبر كاميرا ميوزك نيشن. شكرا، أهلا وسهلا فيكم. نحن اليوم متواجدين بسحور جمعية لبنانية لرعاية المعوقين بفندق الهيلتون حبتور. أول شيء بدي أسألك، قديش بتحسي بسعادة لما تشوف البسمة والفرحة مرسومة على وجه، هل بدي أقول الملائكة ولكلهم صفاء ونور؟ هو هذا السعي الحقيقي لكل عملنا، أنه نوصل لمرحلة نشوفهم شوي مع ابتسامة، نشوف أهاليهم عم بيحسوا براحة نفسية وأيضاً بسعادة ولو جزئية إذا كان ما في حلول مكتملة دائماً. لكن هدف الجمعية هو دائماً هني أصحاب حق، مفروض نعد لهم حقهم، وحقوقهم هاي متعددة العناوين والمفارق والتشعبات.
بدون ما يكون في هذا التعاون واللقاء هذا اللي بيكبر الحمد لله كل سنة عن سنة، لا يمكن تحقيق هاي الأمانة الضخمة اللي عم نحكي عنها، إلى جانب طبعا دور الدولة ودور المؤسسات الرسمية. أما أنا بقدر أقول وأدعي أنه دور المجتمع المدني يكاد يكون أقوى في مثل هذه المواضيع، مثل هذه المشاريع. الدولة لا تستطيع أن تصل بتفاصيل الأمور، وذوي الاحتياجات الخاصة هم ليسوا بحاجة إلى معينات مادية فقط أو عينية، هم بحاجة إلى حضن، بحاجة إلى فهم ووعي واستمرارية علاقة، بناء علاقة إنسانية وطنية حقيقية. هذا ما نقوم به ونحاول أن يعني نرفع من سقف الوعي عند المجتمع في كل مرحلة من أجل تأمين هذا التواصل الدائم وليس التواصل المرحلي. وهذا الحمد لله نحن بالنسبة لنا كجمعية أصبح يعني عمرنا 30 عام تجاوزناه، ويمكن بقدر ادعي ان احنا من اوائل الجمعيات اللي بتفخر تقول انه اصدقائها والعاملين معها هم من الناس اللي اصبحوا يتبنوا عملية ذوي الاحتياجات الخاصة. ليش برأي حضرتك بلبنان قليل ما في عالم ورجال اعمال ورجال مال بيدعموا هيك نوع من النشاطات؟ لا في كتير، بس مثل ما بشوف بس حضرتك يعني جمعية لبنانية عاطمة عواقين الوحيدة اللي منشوفها على طول ظاهرة وعلى طول تدعم. بشتغل أنا بشتغل يمكن على نطاق واسع، يعني يمكن المؤسسة هي الأكبر في لبنان والأضخم، تستقبل بين 35 إلى 37 ألف معاق ومريض قريب من الإعاقة ومسن. يمكن حجم العمل يتطلب دائما تغطية مباشرة، ويمكن كمان أنا أحظى بتغطية لأنه زوجة سياسي وافع. أنا ما فيني أقول لبنان ثروته الحقيقية هي مؤسسات المجتمع المدني اللي فيه، واللي أنا تعلمت منهم لأني بلشوا قبل كتير ناس. لكن لكل إنسان أسلوبه، لكل إنسان رؤيته أفقه، فسقف طموح من أجل مجتمع أفضل، من أجل وطن أفضل. ربما التعبير بيختلف من إنسان لآخر فقط، أما هني كلهم عم يعملوا، واللي ما بيعمل مع الجمعية بيعمل مع غير جمعيات. بدنا نقول لك سترندا رمضان كريم، شو بتحبي تقولي لكل الشعب اللبناني والعربي اللي عم يحضرك حاليا بمناسبة حلول هالشهر الفضيل؟ يا ريت يوقفوا للحظة كل النيران اللي عم بيقصفوها بسماء هذا الوطن، بسماء هاي الحضارة الأرقى في العالم، الحضارة العربية والحضارة الإنسانية. يا ريت يوقفوا للحظة واحدة بس بشهر رمضان المبارك ويشوفوا قديش مستاهل اللي عم بيقوموا فيه، وهل هذا الثمن اللي عم يندفع هو حقا في مقابله إرث أو ثروة توازي هذا الثمن. وياريت يتذكروا أنه في معاقين وفي مسنين وفي مرضى وفي ناس مش قادرة توصل من غرفتها على الباب وفي مكفوفين. بس هاي الرسالة بتمنى إن شاء الله السنة القادمة نجتمع برمضان وتكون كل هالغيوم زالت. كل عام وأنتم بخير، وأنا بشكركم كتير لحضوركم، وأنتم زائرين دائمين معنا. شكرا لكم. شكرا. وصلنا وسلمنا ونبينا
الحمد لله ربنا.